هي الأيو باستقبال طلابها وببدء التعليم فيها مثل ما شايفين طلاب، ولكن يعني بأعداد قليلة أو الكمامات. الجار القديمة عمرها مئات السنين. هاي الشجر، هاي بالأيو البيوسي من زمان، البيوسي من زمان بلش الطلاب، بلش الدراسة. يا عبد الله شو بتحكينا؟ بلش دراسة بالجامعة. أنت طالب في هذه الجامعة صح؟ نعم. كمبيوتر ساينس إن شاء الله. الله، شو شعورك بلش الجامعة؟ الجامعة هي طبيعية بلا كورونا، بس كله عمل بسينة ها؟ أخذ طعم؟ وبيستعملوا إيش بدك تستعملوا ال هاي الكمين ها؟ هذا الصف عم يعطي صورة. I'm back. You're bring life to your campus. LAU الجامعة اللبنانية الأمريكية، Lebanese American University. هذه اللوحات المحفوظة. Where is my class? Is that building where is my school? To eat, to park my car. Get to know my campus. لك وين أني هون. كافيتيريا وأوبر جيت وسيج هول وميدل جيت ولور جيت، كل شيء موجود. رياض نصار ليبراري سيج هول وهكذا. الحياة عادت إلى الجامعة الأمريكية الأيو. سكول بيزنس وفيها المكتب. BUC أو LAU بدأت ب استقبال طلابها والتعليم.